باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نازلة وقلت يا أملي وقلت يا أملي في كل نازلة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملك صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يده فلا لا 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 ترد النجاة يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليك أدعو الله أن أكون قد أسعدتكم وكل عام وحضراتكم بخير مع تحيات طه عبد الوهاب شكراً